الاستحقاق الانتخابي المقبل وطاولة الحوار وانعكاسات الأزمة السورية على لبنان مواضيع تناولها رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في لقاء مع وفد من دائرة المصارف في القوات اللبنانية في معرب. جعجع أكد أن الدعوة إلى الحوار هي قصة تكتيكية فقط. الحوار قصة تكتيكية لا أكثر ولا أقل، اوعى تفكروها قصة استراتيجية. لا إذا صارت رح يطلع منها شيء، ولا إذا ما صارت رح يطلع من وراء عدم حصولها شيء آخر. جعجع اعتبر أن حزب الله سيقوم بكل ما في وسعه لتعطيل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة. أنا بتقديري حزب الله بده يعمل كل شيء ممكن يعمله تيعطل الانتخابات النيابية القادمة. لازم يصير تعديل لقانون الانتخابات، لازم. قانون 60 ما فينا نكفي فيه، مشان هيك ما بستبعد أنه حزب الله يجرب، وإذا جرب هيك بكون عم بيعمل غلطة كتير كبيرة، لأنه رح نلحقه على الآخر باللي عم بيعمله، رح نصر على إجراء انتخابات نيابية. شو ما كان يكون. جعجع وصف التطورات الأمنية بين جبل محسن وباب التباني في طرابلس بالمؤسفة والخطيرة. كيف تنحل القصة بطرابلس؟ بيجتمع مجلس الوزراء بيعطي أمر للجيش والقوى الأمنية إنه بتروح على المنطقة، إن شاء الله مفكرين إنه المنطقة هيدي صحراء نيفادا، كل المنطقة كلها 2 كيلومتر مربع يعني، بيقولوا بفوتوا هونيك على بيت وبيت بيسحبوا السلاح من كل الناس. كل الفرقاء الموجودين هلا بالحكومة الحالية بالأخص الفرقاء الرئيسيين، يعني حزب الله تنفترض وعون الله بيزعل منا أسد، أخي مش خطتهم بناء دولة، وراسهم مش راس بناء دولة، يعني طلعوا لي بهالروس في شيء راسهم هذا، يعني حاطين خطط هن اللي بناء الدولة. حزب الله منهم عاطلين كأفراد، عندهم مشروع آخر ما له علاقة بمشروعنا، والمشروع الآخر لبنان بهالمشروع هيك تفصيل صغير، همهم بيكفوا يحضروا حالهم للمواجهة الكبرى. أيام المواجهة الكبرى مواجهة بين أمريكا وإسرائيل، أو أمريكا وإسرائيل مع إيران، هاي مواجهة كبرى. وأكد جعجع أنه لا إمكانية لبقاء نظام الأسد في سوريا، بل هناك تفكير بحل سياسي جديا على الطريقة اليمنية، ولكي تتجنب روسيا والصين ما هو أعظم سيبلغان بشار الأسد عاجلا أم آجلا بأن اللعبة انتهت.